السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم يا جماعه. هنشوف النهارده حاجتين. اول حاجه الخلفيه بتاع السبونسر دي لو بتنقط ميه ممكن نحل المشكله دي ازاي. الحاجه الثانيه ازاي نفك السبونسر حته حته. مش هنتكلم كتير. اول حاجه اعملها لازم افك النقطه دي الجزازه ونمكنها على جنب. بص بقى، في حاجه يمكن الناس كتير ما تعرفهاش عن السبونسرات دي. السبونسر لو انا عاوز افضي الميه كلها اللي موجوده فيه مش لازم من الحنفيات بس، ممكن عشان ما يغلبنيش افك الجزء ده في الاول. بعد ما افك ليها سلطه في جلد هنا بسحبها بايدي برضه، هتلاحظ ان الميه بتبدا تنزل على المنتفع. هشيل الميه الكتيره وبعدين شويه في الاخر هنزلهم من الحنفيه عادي. دلوقتي ده هيريحني بدل ما كنت هستنى وقت كتير. اول ما دي تضعف هقفلها وابدا بقى احط الميه من الحنفيه. دلوقتي بعد المايه ما ضعفت من هنا بركب الجلده دي في الاول، وبعدين بربط عليها الصاموله اللي بتربط فوقيها بالمنظر ده، وبعدين هروح افضي باقي المايه اللي موجوده من الحنفيات، لان كده الحنفيه بتجيب من قاع السبونسر لكن دي بتجيب من اعلى شويه. يلا نشوف وهنكمل مع بعضين. بعد ما خلصنا عمليه تفريغ المايه اللي في السبونسر بلف دي سنه تطلع معايا بالمنظر ده. عشان افك الجزء ده، الجزء اللي هو مغطي على الحنفيات، وعشان نصلح المشكله او عشان اتعلم الفك عموما، هعمل اللي هتسمعوه ده او ده. عندي مسمارين هنا في بدايه السبونسر لازم افكهم في الضغط. سبونسر التورنيدو من اصعب السبونسرات اللي ممكن تكون فكتها قبل كده، ففيديو مهم للفنيين مش بس لاصحاب السبونسرات. بعد ما فكيت الجزء ده اقدر اسحبه بسهولة واطلعه من كده. بقى معايا سبونسر بالشكل ده من جوه. عايز افك الجزء ده دلوقتي. عشان افك الجزء ده مش هتعرف تفكه غير لو عملت الخطوات اللي انا هقول لك عليها دي. وعلى فكره دي حاجه مش سهله، فاتعلمها معايا ببساطه. عندي مسمارين هنا في الاول اهو، دول هفكهم. ادي واحد وادي التاني. بعد ما فكينا دول لو حاولت تشيل الجزء ده مش هيطلع معاك. ليه؟ عندي هنا زي نظام كليبسين. بص كده معايا، ادي كليبس وادي كليبس. لازم ده ينزل لتحت عشان يطلع. طب هينزل لتحت ازاي؟ يبقى لازم نفك الباب، وفيهم مسمارين مخفيين هوريهم لك محدش هيقول لك عليهم. عشان تقدر تفك الجزء ده لازم تفكه، وهوريك بيفكوا ازاي. بس دلوقتي لازم الاقي نور الكونسر. ولازم افك الباب. الباب ده الكلام ده في السبونسر التورنيدو لازم يتعمل. الباب دي مسمار من هنا من تحت لازم يتفك معايا في الاول. الباب مش هيتفك معاك غير بالطريقه دي. لازم تفك المسمار ده عشان تقدر تفك الباب بتاعك. سحبنا المسمار، دلوقتي الباب هيطلع معايا اهو. الباب ليه مكان من هنا بيركب فوق، والمسمار هو اللي ماسكه من تحت، فمش هيتفك معايا غير بالطريقه دي. هسيب الباب من ايدي كده واحط عليه المسمار بتاعه. برضه دلوقتي لو حاولت افك دي من فوق مش هيتفك معايا. ليه؟ عشان لسه في مسمارين مخفيين مش هتقدر تفك من غير ما تشوف. مش هتقدر تفك الباب عموما غير لما تشيل المسمارين دول. المسمارين دول فين بقى؟ بص يا باشا، لازم نفك دول. طبعا سبونسر التورنيدو من الحاجات الرخمه مفكها خالص ومحتاجه صبر. بعد ما تعمل اللي انا بعمله في السبونسر ده لازم نفصل نفصله، ما يشتغلش على طول. ما ينفعش يشتغل على طول، نفصله على الاقل 3 4 ساعات عشان دوره الغاز بتاعتي. بعد ما فكيت المسمارين دول ارفع دي كده واركنها على جنب وهنايم السبونسر على وشه. بعد ما نمت السبونسر على وشه، بص يا استاذ عبد الله، شايف المسمارين دول؟ اهو اهو شايفهم؟ جايين في الكاميرا؟ ايوه. ادي واحد وواحد قصاده في الناحيه الثانيه اهو.
انت ممكن تيجي من الناحيه دي. ادي واحد هنا وواحد في الناحيه الثانيه. لازم افك المسمارين دول كمان. غلبك قوي لو انت مش بتستخدم النوعيه دي من المفكات. يعني مثلا تلاقي المسمار ابن الجزم اهو مش هتطلع معاك، تقدر تجيبه بالمفك. برضه هجيب اللي في الناحيه الثانيه، خليك حريص عشان المسمار دي ما تتكسرش او ما تتقطمش. اهو فك معايا بكل سهوله. ادي المفك فك معايا كمان. خطوه مهمه جدا لازم تعرفها بعد ما تخلص فك المسمارين دول، عشان دي ما تتكسرش معاك، رجعها في مكانها واربط المسمارين بقى مؤقتا. عندي المؤقتا انا واقف معايا نص بنصر بالمنظر ده كده. الجزء ده بقى عشان افك يا باشا، اضغط لتحت يطلع معاك عادي جدا. خلاص عاوز اغير حنفيه من الحنفيات دي. كل اللي بعمله اهو طالع معاك الفيديو، اني بشيل الخرطيم الواصله على الحنفيات، وكل حنفيه من دول ليها مسمار واحد بس. يعني هنجرب في حنفيه واحده اهو. لو عاوز اشيل اغير الحنفيه دي مثلا بتنقط، الميه البارده اللي بتنقط او الميه السخنه اللي بتنقط، اقدر اغير الحنفيه دي بس. اقدر بالمفك كده افك الحنفيه من مكانها واطلعها، اضغط على دي اللي تحت هتطلع معايا، وهفك الخرطوم اللي تحت كمان. في خرطوم واصل ليها من تحت بسحبه بيطلع معايا. دي الحنفيه بتاعتنا. لو شكك ان الحنفيه هي اللي بايظه بعمل كده، وهي مقفوله بنفخ هنا مفيش حاجه طالعه، يبقى دي سليمه، يبقى دي كده سليمه مفيش اي حاجه. طيب اضغط كده يبقى كده الحنفيه دي سليمه. طبعا انا اول ما فكيت السبونسر عرفت المشكله بتاعته كانت فيه ايه بالظبط. السبونسر كان السلك ده كان ضاغط على واحده من الحنفيات، وبالتالي كانت بتنقط ميه على طول، وبكده هتتحل مشكلته من غير اي حاجه. دلوقتي هركب الخراطيم بتاعتنا. دلوقتي بعد ما ركبنا كل حاجه في مكانها زي ما كانت بالظبط، هقدر اركب السبونسر في مكانه. بص يا باشا، هنرجع دي بقى في مكانها كده، وبعدين هنربط المسامير دي عشان السبونسر يريحني ما يتعبنيش. زي المسمار ده في البدايه لازم دول يتربطوا، وبعدين هنزل اربط المسمارين اللي انا فكيتهم اللي هم بتوع ايه المراره الطافح لو انت لسه فاكر. بس عشان اثبت السبونسر ما يتحركش معايا لازم اركب دول في البدايه. ده وده. نعم برضو المسمارين اللي كنا فكينهم من تحت كمان هيتربطوا عشان انسى الموضوع ده. بس فكرك لازم تربط الاثنين اللي فوق في الاول عشان ما تفكش وتركب تاني. دلوقتي هنجيب الجلده دي في الاول نفكها ونحطها على الفتحه بالظبط، وبعدين هخلي المسمار الاول دي تركب في مكانها تحت عشان تسند على تحت كده، والمسمار يا باشا ينزل على طول على الفتحه بتاعتها اهو. برضه نفس الكلام، دي هتخش من هنا على مكانها بالظبط. وهجيب المسمار يركب مره واحده. كده باقي معايا مين يا عم عبد الله؟ الباب. راح اجيب الباب بتاعي اركب امام عينيا مظبوطه كده. الجزء ده خلاص ركب يبقى ثابت كويس. وادي الباب، بمسك كده من عند الفتحه. شايف الفتحه الواسعه هي اللي بتركب فوق. بعدين نحط الباب كده في فتحه من هنا للمسمار اهي، حط المسمار يربط في مكانه وخلاص هنكون خلصنا. وبكده الباب كمان ركب معايا زي الفل.
سبونسر مش فاهم معايا غير الجزئيه دي الجزئيه اللي كانت نظام عشو مع الشركه. هركب المسمارين اللي في الطرف وخلاص هنكون خلصت. خلاص